لا قبل ما تنزل الاختبارات بس في قصة تانية لازم قصة تحكيها. تيشيرت طبعا ايوه يعني. تيشيرت النادي نزلت الاهلي. كان اول انا كان اول يوم انا كنتش عارف انا رايح فين اصلا يعني. انا كنتش عارف يعني ساعتها انا رايح فين اختبر فين. فانا رايح على اساس ان انا رايح بلعب كوره، فرايح اختبر اكيد في النادي الاهلي. فروح قلت البس تيشيرت النادي الاهلي. يعني انت رايح الاختبارات انت ما تعرفش انك انا مش رايح عارف نادي رايح فين، المقاولين. مش عارف. انت لابس انا تيشيرت فاكر ان انا النادي. رايح نادي الاهلي اختبر، فلبست تيشيرت النادي الاهلي وانا يعني رايح نادي الاهلي دلوقتي خلاص. فلبستها ونازل كله طبعا لابس تيشيرت المقاولين. فانا كنت فهم كانوا فاكريني جاي من الاهلي اصلا. بس ونزلت والحمد لله يعني اول ما نزلت اديت بشكل كويس وخدوني على طول. كابتن ريو كان عينيه حلوه في لا اختبارات طبعا المقاولين، هو وهو نادي المقاولين يعني طول عمره معروف بالحته دي يعني. هم منجم ذهب نادي يعني نادي المقاولين. من النادي اللي بيطلع لعيبه يعني كويسه جدا طبعا يعني. بعيدا يعني مش يعني لو هنقعد نتكلم للصبح طبعا كابتن محمد صلاح هو رقم واحد، هو يعني بقى رمز نادي المقاولين يعني. خلاص اي لعيب صغير بقى حلمه انه يبقى زي كابتن محمد صلاح. كنت بتحاول ترسم حياتك يعني.